بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل النجوم في آية في جملة مستقلة، ولم يعطفها على الليل والنهار والشمس والقمر، بل جاء بجملة مستقلة وقال: والنجوم مسخرات، مع أن صدر الآية: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. ولو قيل في غير القرآن والنجوم لكانت ماشية. فما السر في أن الله خص النجوم بجملة مستقلة وأعاد فيها كلمة التسخير: والنجوم مسخرات؟ لماذا؟ قال لك: لأن الشمس والقمر آيتين ظاهرتين واضحتين، كل واحد بيشوفه، هما اتنين محصورين وواضحتين، كل ليلة بكل يوم بنشوف الشمس، وكل في الأيام القبلية بنشوف القمر. لكن النجوم لكثرة عددها وإحصاءاتها، وأن منها منازل بعيدة لا يصل إليها ضوءها في ملايين السنين، دي مسألة ما حدش يعرفها ويمكن ما نلتفتش إليها، فالله سبحانه وتعالى خصها بهذا حتى نتبين أن لله سر في كل ما خلق فيه بين السماء والأرض. والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبه إلى أن تركيبات الأشياء التي تنفعنا مواجهة وراءها أشياء تخدم هذه الأشياء. وضربنا مثل بكباية النور اللي بتاخد النور، وبعدين نروح للعداد، وبعدين نروح للكبانية، وبعدين نروح للشركة. إذن فوراء الأشياء إيه؟ أشياء يسلم بعضها لإيه؟ لبعض. المحراث اللي بنحرس به الأرض مثلا وراءه أشياء كثيرة جدا، وراءه ناس قعدوا ينقبوا في مواد الأرض علشان يطلعوا للحديد ويجمعوه ويخلصوه من الشوائب ويصهروه، وبعدين وراءه ناس يقعدوا يهندسوا السلاح ازاي يبقى له حد كده ويبقى مش عارف ايه، ووراءه مصانع ووراءه مهندسين. انت تشوف الشيء الواحد وراءه عملية ايه؟ فقال لك: والنجوم مسخرات بأمره. واستشهدنا بقول الحق سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن الآيات هي الأمور العجيبة التي يجب أن لا يمر عليها الإنسان مرا معرضا، بل يتأمل فيها. ليه؟ لأن دي تفيدك في أشياء تستنبط منها مجاهيل، هذه المجاهيل تنعمك وتسعدك. وكلمة يعقلون أي إعمال العقل، واحنا عارفين ان العقل ده له تركيبه خاصه، ان هو يجيب من المحسات ويطلع منها الايه؟ المعنويات. يعني المعلوم ياخد منه ايه؟ مجهول. فاذا وصلت الى المجهول بتسميها نتيجه، تقوم تجعل المجهول ده مقدمه تانية، وتجيب لها مقدمه ثالثه، وتاخد تستنبط دي من دي من دي من دي من دي، الى ان تصل الى ما لها نهايه من اكتشاف اسرار الله في الايه؟ في الكون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. كلمة ذرأ تعني أنه خلق، خلق يتكاثر بذاته، إما بواسطة الحمل من الذكر في الأنثى، وإما بواسطة التفريخ البيضة وتتفرخ إيه؟ تتفرخ برة. والحمل من الأنثى مش بس في الرجل والمرأة، بل في الحيوانات وفي الإيه؟ وفي النبات أيضا. إذن الزرع ليس مطلق خلق، وإنما هو خلق متكاثر بذاته. التكاثر بذاته بأن يجتمع منه زوجين، والزوجين يطلعوا مثل الإيه؟ مثلهم، بس بإيه؟ بالذات كده. إحنا الله خلق آدم الأول كده، وبعد ذلك أخرج منه إيه؟
النسل بتاعه ويتكاثر بذاته. ولذلك عندما قلنا فتبارك الله ايه احسن الخالقين، قلنا كيف تجمع خالقين؟ خالق يبقى هو الله خالق، ومن الخالق معه حتى نجمع ونقول خالق وخالق يبقوا خالقين؟ ام قال لك الله ما ظن على عباده بان يعطيهم صفه انهم يخلقون. ليه؟ لانهم يوجدون اشياء من عدم معدومه. اللي عمل الكوبايه، اللي عمل ديا، اللي عمل الكرسي، اوجد شيئا ايه كان معدوما فاوجده، الا انه اوجد هذا المعدوم من موجود لم يوجد. برضه خدنا الخشب وخدنا المقدام ما جابهاش هو. يبقى الذي يخلق، وربنا قال احسن الخالقين ودخل ناس ويا من خلقه عشان يبقوا خالقين، قلنا لانهم يوجدون ايه معدوم. لكن الفرق ان معدوما يوجد الا انه من موجود، والله يخلق المعدوم من لا موجود. يبقى احسن ولا مش احسن؟ احسن. وايضا الله الانسان منا حين يصنع اي صنعه، صحن، كوبايه، قلم، اي حاجه يعملها وتجمد على صنعته فلا تنمو، ما تكبرش يعني، ما عملش قلم صغير كده وبعدين ايه يخليه يكبر، ولا كوبايه قد كده وخلاها ايه تكبر، ولا عملش كوبايه ذكر وكوبايه ايه انثى علشان يجتمعوا مع بعض ويطلعوا لنا كبابي. الله، إذن الإيجاد مقتصر عليهم في ذاتهم ومجمدين على هذا، لكن الله يخلق شيئا ثم يكبر وبعدين يخلق منه إيه أشياء اسمها تتكاثر. والحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورا كثيرة لهذه الأشياء علشان يعطينا معاني. مثلا يقول إيه، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت إيه سبع سنابل في كل سنبلة. الله، تبقى كام دي؟ 700. حبة واحدة جابت ايه؟ ده بده يرغب الناس في الانفاق. ليه؟ قال لك انا ارغب الناس في الانفاق من طريق ما يحبون. لان الواحد بده يكتر فلوسه، يكتر ماله، نقول له احنا هناخد عشان نكتر لك، هناخد عشان ايه؟ فاياك ام تظن ان الزكاة بتنقص. 100 بقت 97.5، ده في ظاهره يختار الله لها اسم ضد، يقول دي زكاة نماء. الله، بقى اللي بتنقص تبقى زكاة، والربا اللي بيزود يبقى محق. قال لك ايوه، شوف الحكمة، اللي بياخد 110 دي تجيب له 10 دي محق، واللي بينقص 102.5 زكاة تبقى زكاة. ايه الحكاية دي؟ ليه كده؟ ام قال لك لانه يعلم ان الانسان دائما ايه حريص على أن ينال من الخير، وحرص على أن ينال من الخير غريزة مركوزة فيه علشان عمار الكون. نقال له نقول له إيه إيه احرص واجمع، عاد أنت هتشتغل، ولما تشتغل تشغل ناس تانيين وتبقى لك موهبة كده ومش عارف إيه، وتجيب ناس بلا مواهب تدي لهم رزق وتدي لهم، اعمل يا أخوي. الله، يوم يرغبه في أننا لا ننقص منك شيئا، ولكن نأخذ منك لإيه؟ لنزيدك. واحنا ضربنا مثل، قلنا الراجل اللي يروح على مخزن الغلة عنده وينقص المخزن كيلة، الاحمق من العيال يقول له انت هتنقص المخزن كيلة، يبقى ما عندناش الا مش عارف ايه، ما انا هزرعها علشان تجيب لي ارداب، يبقى انا بنقص عشان اعمل ايه؟ نقوم نقول له ما دام الحكايه كده خد يا اخويا ازرع، وازرع لك كمان كيلة. اذا ربنا بده يرغب الناس في ايه؟ في الانفاق، بواسطه نفعيه للانسان مجبول عليه حتى الاخره. يقول لك اعمل كده عشان نديك كده، اعمل دي عشان نديك. اذا هي نفعيه ولا مش نفعيه؟ بس نفعيه عاليه. نفعيه ايه؟ نفعيه عاليه، مش نفعيه واطيه بتاع الدنيا، لا، تاخدها في الايه؟ في الاخره. فيقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبته، ادي واحده انبتت كام؟ ادي زرع. يبقى خلق خلقا متكاثرا بذاته، رميت الحبة في الأرض كده وبعدين جت رويتها قامت طلعت إيه؟ وبعدين طلعت، يبقى دي زرع. خلق خلقا متكاثرا بإيه؟ بذاته. تقوم الحبات تبقى 700. ربنا بيقول أهو ده هي الأرض وهي مخلوقة لي. الأرض مخلوقة لمين؟ تعطيها حبة فتعطيك 700،
فإذا كانت الأرض المخلوقة لي تضاعف لك فكيف لا أضاعف أنا؟ شوف التشويق بقى، التشويق للعطاء. يقول الأرض اللي مخلوقة لي بتحط لها حبة تديك 700، أبقى أنا أعمل إيه بقى؟ ده أنا ضاعف لمن يشاء. يبقى وما زرأ أي وما خلق خلقا متكاثرا بإيه؟ بذاته. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. اختلاف الألوان وتعدد الأشياء دي دليل على طلاقة القدرة في أنها لا تخلق على نمط واحد. اللي بيعمل كوبايات يعمل قالب واحد لكوباية، مش كده؟ وبعدين يعمل إيه؟ يطلع الباقي على إيه؟ لكن بقى اللي عنده طلاقة قدرة يجيبها على أي لون وعلى أي شكل وبأي حجم. الله الله الله. يبقى إذن تعدد الألوان طلاقة مين؟ طلاقة قدرة، مش حاجة محكومة تعملها. لما اللي يحددها تحديده الإيه؟ تحديد القدرة مختلف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الإيه؟ الصورة في قول الحق سبحانه: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إيه؟ ثمرات، مش كده؟ لا لا، فأخرجنا به إيه؟ من الثمرات ومن الجبال إيه؟ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذن بيجيب الشيء الواحد ويعمل منه إيه؟ حتى الجماد تبص تمشي في الجبل تقوم تلاقي جبل إيه؟ غرابيب سود، وتلاقي أحمر وتلاقي أصفر وتلاقي طبقات ومش عارف. ولذلك سماها جدد. الجدد هي الخطوط المستعرضة اللي انت تشوفها فاصلة طبقة عن ايه؟ عن طبقة. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس أيضا ومن الدواب أيضا مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء إن هم بقى هم العلماء بتوع الدين وبتوع الفقه وبتوع التفسير والحديث وبتاع؟ لا، العلماء اللي هم متركبين على دي، اللي بيبحث في النبات يشوف ليه دي اختلفت ودي عملت وازاي دي جت ودي راحت ودي مش عارف ايه، واللي بيبحث في الجمال واللي بيبحث في الدواب. الله، اذا شملت كل علوم الحياه ولا لا؟ اذا فكلمه علم معناها ايه؟ ان تقف على قضيه كونيه مركوزه في الكون او نازله من المكون مباشره. اللي نازل من المكون مباشره التكليف. ولذلك التكليف دي هو ده بتاع العلماء بقى، بتاع العلماء اللي احنا بنقول عليهم العلماء، يعني خصنهم بهذا الاسم. وليه خصوا بهذا الاسم العلماء اللي يبحثوا عن التكليف والحكم والشرع ومش عارف ايه؟ أم قال لك لان دي كل العلم اللي انت بتشوفه ده في النبات ولا في الجماد ولا في الحيوان ولا حاجه، دي بيعطيك ايه؟ بيعطيك فقط الدنيا، انما العلم الثاني هيعطيك الايه؟ الاخره. يبقى كلمه العلماء شاعت على دول، انما العلماء يجب ان تنتظم كل ايه؟ كل من يبحث بحثا يستنبط منه معلوما من ايه؟ من مجهول. ويجلي اسرار الله في خلقه، يجلي اسرار الله في ايه؟ في خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفرق في هذه المساله فرق واضح، عشان علماء الدين اللي عارفين الاحكام، علماء احكام، ما يضعوش انفهم في كل حاله، ما يجيش لعالم نباته عمال طفحان الدم بيعمل نبات ولا بيبحث في الكون مش عارف ايه في الجغرافيا ومش عارف ايه، وبعدين يقول له لا انت دي ما ينفعش، ده كفر. واحد تقول لك ده طلعوا السماء بالمش عارف، يقول لك لا ده كفر، ده الارض كره يبقى كفر. نقول له يا اخوات الدين ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. الدين بيتعلق بايه؟ بالحكم التكليف الصادر من الله، ان فعلته اسبته وان لم تفعله تعاقب. ولذلك لما نهى رسول لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم يلقحون النخل بيقبروه يجيبوا طلع الذكر يحطوه لمين؟ للانثى. ماذا تصنعون؟ والله بنلقح النخل، بناخد من الذكر وندي لمين؟ للانثى. قال لو لم تفعلوا لصلح. ايه يعني بلاش؟ وبعدين ما فعلوه، سمعوا كلامه ام النخل ما جابش. شوف قبلها على نفسه. وبعدين قالتم أعلم بشؤون دنياكم. الله أكبر. يبقى أنتم أعلم بالأمور التجريبية المعملية، العلماء التانيين ما لهمش دعوة، اوعوا تسمعوا كلامهم. وإلا الذي حجز الحضارة العالمية وأخرها إلى الآخر إيه؟ ما هم كانوا بيحجروا على العلماء.
واحد يعمل بحث مثلا كده يقول لك ايه كافر ايه شنقوه اعمل، لا نقول له اسمع انت تتكلم هنا فيما ايه فيما يطلبه الله من خلقه تكليفا، ثم دع الكونيات كل واحد معمله هو اللي ينهيه الى ايه قضيه، لان المعمل مش هي ايه مش هيجامل، المعمل مش هي ايه اللي هيدخل المعمل بهوى ما يجيبش نتيجه خلاص. وهو من حنان الحق سبحانه وتعالى على خلقه يقول انا عايز الناس تبحث في اسرار الكون، وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يقول لك ما تعرضش عن اي ايه، شوف الايه دي ودي ليه وعملت ايه علشان تستفيد ايه تستفيد منها وتسري حياتك، تسري يعني تسري اسعاد حياتك بمبتكرات الايه بالمبتكرات التي تبتكرها. فالنبي راح وضع الوضع وقال انتم اعلموا بشؤون ايه دنياكم، انما الامر اللي يتعلق به حساب الاخره يبقى ده بتاع العلماء التانيين بقى اللي يعرفوا الايه، يبقى كل واحد يلزم ايه كل واحد يلزم حده. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآيات لقوم يذكرون، يعني يتذكرون شيئا مجهولا بشيء معلوم، تطلع ايه لآيات لقوم ايه لآيات لقوم يذكرون. وبعد ذلك يعود الى التسخير، كلمة التسخير دي شائعة، وهو الذي سخر البحر. ولذلك بعض الناس طلب منا اننا ما نمرش على بعض الالفاظ اكتفاء على اننا شرحناها في دروس سابقه، لاننا زي ما قلنا ان جمهورنا متعدد مش جمهور واحد. فبنقول ايه وهو الذي سخر، ايه التسخير بقى علشان نفصل فيها كده، ما هو التسخير؟ التسخير هو ايجاد الكائن لمهمه لا يستطيع الكائن ان يتخلف عنها، يعني ملوش اختيار في يأديها ولا ما يأديهاش. طب والاختيار؟ إيجاد الكائن لمهمته يصح أن يفعلها ويصح أن لا يفعلها. هذه إيه؟ يبقى فهمنا التسخير وفهمنا الإيه؟ يبقى التسخير إيجاد الكائن لمهمة، هذه الغاية من إيجاده. هذه المهمة الكائن نفسه ما يقدرش ما يعملهاش، يبقى لازم إيه؟ يعملها. واحنا قلنا ان الكون كله قبل ما يجي الانسان كان مسخر لخدمته، هل وجدنا شيئا من المسخرات تخلف عن مهمته؟ الشمس مره ما عجبهاش الناس وقالت والله ما انت طالع على اولاد الايه دول بلاش، ولا القمر ولا الهوى ابدا، تبقى بتؤدي ايه اهي اللي بتؤدي المهمه دي تبقى اسمها ايه مسخره ملهاش اختيار. ده كلام على الاول. طب وإيه اللي خلى ده مسخر وخلق تاني يبقى مختار وربنا رب الكل؟ اشمعنى ده يبقى مسخر وده إيه وده مختار؟ قال لك لا، انت في ظاهر الأمر فاهم ان المسخر ده ملوش اختيار، ده المسخر له اختيار بس جمعه في شيء واحد، جمعه في شيء في الأول، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقنا منها، قلنا لا احنا عايزين نبقى مسخرين ولا لناش دعوه لاننا ما نضمنش ايه ما نضمنش نفسنا الله، يبقى هم جمعوا اختيار الدنيا كله في هذه الكلمه، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش ايه؟ يبقى جمع الله لكل خلقه بين التسخير وبين الايه، الا ان الاشياء اللي ما دون الانسان اخذت اختيارها مره واحده وانتهت، فما يقالش انني اخرتها لانها هي اللي ايه هي اللي اختارت وقالت لا فأبين أن يحملناها. وإحنا كنا قلنا أبين أن يحملناها لأنها قدرت وقت الأداء ولم تقدر وقت التحمل، في فرق بين وقت الأداء ووقت التحمل. التحمل إحنا قلنا إيه، واحد يجي لك مثلا يقول لك أنا عندي 1000 جنيه يا شيخ وخايف على أنا نفسي أفرتكهم وهم مطلوبين لي بعدين فخدهم عندك إيه أمانة، معنى أمانة يعني ما فيش كمبيالة ما فيش شهود، تبقى الأمانة أنت مختار في أن تقر بها أو تجحدها، يبقى الأمانة وليدة مين؟ الاختيار. أنت بقى واحد واثق من نفسك فقلت له ايوه هاخدها ولما تعوزها ايه أديها لك وأنت ناوي على كده، ثم غلبتك ظروف الحياة
يمكن لما غلبتك ظروف الحياة وقت الأداء يحصل خلاف، يمكن تنكر يمكن حاجة، مش كده؟ فواحد تاني قال لك يا عم وانا مال ادخل نفسي في التجربة ليه، خد يا عم الالف جنيه بتوعك وروح شوف واحد غيري، انا ماليش دعوة. يبقى قدره ان وقت الاداء ما يوفيش بعهد وقت التحمل، ما يوفيش. فقال لك اهل السماء والارض وما دون الانسان عملوا كده، قالوا ان عرضنا الامانة على الامر الاختياري تبقوا مختارين ولا مش مختارين ولا مسخرين، قالوا لا لا مش عايزين الحكاية دي. ليه؟ لأنها قدرت مش وقت التحمل، قدرت وقت مين؟ وقت الأداء، تقدر ولا ما. فقالت إن نطلع من باب الجمال زي ما بيقول، خلاص كده. يبقى خدت اختيارها الايه الأولان. الثاني اللي قبل ظلم، ولذلك قال سماه ظلوم وإيه؟ ظلوم وجهور. ليه ظلم نفسه يا عيني؟ لأنه لما يجي وقت الأداء ولا يقديش تبقى وجهول، لانه برضه ما عرفش الفرق بين ايه بين الاثنين. هو انبسط لما بقى له اختيار، انبسط لما بقى له ايه، ودكها منعت نفسها من الاختيار. فالظاهر ان الاولى سلبت عن نفسها شيئا، مش كده؟ ما رضيتش، والثاني خد الاختيار، قال عشان يسري ايه، يسري حياته ان هو يعني حر. لكن دي ظلم نفسه وجهول، ودي ما ظلمتش نفسها ولا ايه ولا جهول. يبقى إذن علمنا من هذا أن التسخير إيجاد الكائن لمهمة لا يملك أن يتخلف عنها، والاختيار إيجاد الكائن لمهمة خلق مختارا فيها، يعني يأديها يا ما إيه ما يأديها. نقول له طيب أنت أثبت للمسخرات الخيار الأول، تبقى هي اختارت الأول وخلاص، يبقى ما حرمتش نعمة الاختيار أو حرية الاختيار، ما كبسناهاش بالحكم. طب والتانيين ليه ما عملتهمش؟ قال هم اللي ما عملوش، هو الانسان قال ايه وانا خده. ليه؟ لانه اعتمد على مين؟ قال ان عقله وفكره قال لك ارتب واعمل ومش عارف ايه والى ايه الى اخره. ومع ذلك اعطاه الله جانبا من التسخير، عشان يبقى كل الكون واخد تسخير وواخد مين؟ واخد اختيار. بس واحد خد الاختيار الاول وبعدين مشى عليه التسخير، وواحد عمل ايه؟ خد الاختيار ايه وبرضه هيمشي عليه التسخير. قال لك ازاي؟ ام قال لك لان الانسان تتاتى عليه احداث لا اختيار له فيها، يبقى مسخر ولا مش مسخر؟ يبقى لما يعي يقدر يقول لا ما عياش، يموت اقدر ما اموتش، يفتقر ما اقدرش افتقر، مش عارف يقع عليه حجار يموت يجي قطنبل يدهسه، يقدر فيه دي؟ طب ما هو مخلوق برضه فيه تسخير. ولذلك احنا قلنا الكافر ده مغفل. ليه؟ لانه تعود انه يتمرد، تعود انه ايه، في اله يقول لك لا ما فيش اله يعمل من لا مش الله. انت متعود التمرد، طب ليه بقى لما يجي لك المرض ما بتتمردش عليه؟ قال لا. طب ليه بقى دي ما انت متعود انك تتمرد، يبقى برضه متاخد من مناخيرك، مسكر ولا مش مسكر؟ إذن فكل كائن واخد حظه من التغيير وواخد حظه من الايه؟ من التسخير. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ساعة ما تقول فلان هو اللي عمل كذا، يبقى دي معناها ايه؟ كأن العقل اشتغل بمن فعل كذا، مين اللي فعل دي؟ كأنها أمر مهم قوي. تقوم تقول هو الذي صنع كذا، تبقى ما بتجيش في حاجه هايفه كده وتقول يا اخويا مين اللي عمل الحكايه دي؟ افرض انك مريت على بنيه جميله كده وبعدين شفتها كده وتحفه معماريه كده كويسه، يا اخويا مين المهندس اللي عمل دي؟ يبقى كان هو الذي فعل كذا لا تقال الا لامر ايه؟ يلفت النظر، وعايزين نشوف مين اللي عمل الايه؟ العمليه دي. فكاننا شفنا البحر كده وشفنا عطاءاته وبتاع، يقول يا اخويا مين اللي سخر البحر ده؟ يبقى اذا كل ما يقول لك على حاجه وهو الذي كذا وهو الذي خلق وهو الذي، يبقى امور ايه؟ امور عجيبه تتطلب منك ان تبحث عن صانعها، مش عمليه سهله كده. وهو الذي يعني قال هو اللي سخر كذا وهو اللي خلق كذا، قال برضه هو اللي سخر الايه؟ سخر البحر. ليه؟ لانه هو لما بيقول ايه خلق السماوات والارض، والارض احنا فاهمين انها ايه؟ يابسه وماء، يبقى لازم يتكلم عن القسم الثاني اللي هو ثلاث ارباع الكون، ده ثلاث ارباع الارض ميه، يبقى لازم يقول لي عنها حاجه، يقول لي مين اللي عملها لي دي.
وهو الذي ايه سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. سخر البحر قال لك ايوه، اوجده على هيئة لكم بحيث تستطيعوا ان كنتم تاخدوا منه طعام لتأكلوا منه لحما طريا. كلمة لتأكلوا دي مش زي التانية وتستخرجونه، الفرق بين الاثنين اهو، دي كتستخرجون حلية انما هنا تاكلوا. سخر البحر عشان تاكلوا. ام قال لك لان عطاءاته قد تأتي مرة بدون جهد منك. الماء انحصر كده زي الجزر ولا حاجة وبعدين ساب شوية سمك على تاخده. طب جت موجة عافية كده وراحت نطرة كده بره كده وبعدين نزلت الماء اتسربت وفضل ايه. يبقى اذا ما ينحصر عنه الماء وما يلفظه البحر تاكل. وبعدين انت اللي لفظه البحر او انحشر عنه الماء هو الذي نبهك الى ان هنا حاجه تتاكل حلوه قوي. طب ما بدل ما نستنى على ما تجيلني ما نبحث عنها باي ايه باي حيله بقى. يقعد يحتاج بصناره بس هتجيب واحده بشبك عشان تجيب ايه كتير. طب ما مش عارف واحنا على البر حرم الشبكه. طب ما نقعد في العميق شويه كده. الله، اذا ايه اللي خلاك تروح علشان تصطاد بوسائلك المختلفة، الوسائل البدائية والمسائل الحضارية التكنولوجية، ايه اللي خلاك؟ انك انت ايه؟ البحر لا مالك كده. فكأن الرمية دي بينبهك على اللي فيه. بينبهك على اللي ايه؟ عشان تعمل ايه؟ عشان انت بعدين تحتال وتشوف اللي عشان تحتال وتشوف اللي جوه، يبقى ينحصر المية فيفضل السمك. يا ينطرها من ايه؟ ينطرها لك، يوم يلفتك الى ان هنا في شيء. ولذلك قد يلفت الله الى اسرار كنوزه في خلقه، يلفتنا بالفعل زي الحكايه دي، وقد يلفتنا بالقول زي ما قال هناك ايه، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السرى. لفتنا الى ان تحت السرى كنوز ولا لا؟ وهي كنوز العصر هي كلها اللي فين؟ اللي تحت. كل كنوز العصر وغنى الامم دلوقتي والشعوب اللي مش عارف ايه هي كلها منين؟ من تحت الايه؟ من تحت الارض. واحنا قلنا زمان انك انت قطعه الارض ده هي اللي عامله زي البطيخه دي، لو اخذت منها شقه من اول المحيط بتاعها لحد المركز تبقى زي المثلث كده زي الهرم، وخدت شقه تانية من حته تانية ثم قدرت قيمتها النفعيه لخلق الله لوجدت ان هذه تساوي هذه. بس دي ما ردتها زراعة من زمان، ودي ما ادتش وبقت صحراء وما فيهاش أبدا أي حاجة، وبعدين راحت مديالك اللي إيه التاني. يبقى كل قطعة إيه مساوية لكل إيه لكل قطعة. بس العطاءات لها إيه؟ لها أعمار ولها مواليد. ساعة ما يجي الميلاد بتاعها ربنا يجيبها. وتسخير البحر مش بس إيجاده على هيئة يصنع فيها يعمل لك كذا ويعمل لك كذا، لا، وقد تجد له أشياء. تجد له أشياء، يبقى دي تسخير إيه؟ جانبي. يعني لما سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا إيه اللي حصل؟ راح انفلق وكان كل فرق كالطود الإيه؟ بقى مية سائلة تبقى زي الجبل. طب خلي وقف لي المية كده وخليها تبقى زي الجبل ده، ما هو برضه بالتسخير ولا لا؟ طب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ام موسى، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في الايه؟ في التابوت فاقذفيه في اليم. شوف، فليلقه اليم بالساحل، يدي امر للبحر انه ساعه ما يترمي فيه الصندوق ما ياخدش الدوره بتاعت اي شيء، لان البحر ده من ميزاته ان الشيء الغريب عنه يقعد كده يطرد فيه بس يمكن مسافة طويلة لحد ما يجي فين؟ يجي ما يجي على البر. إنما قال له ما تعملش دي بالقانون العام بقى ونفضل للأمواج ومش عارف إيه، أنا عايز البتاع ده بمجرد ما يترمي كده فليلقيه، يعني إيه لام الأمر، فليلقيه الإيه؟ ينمو بالساحل. وهو الذي سخر البحر، وإحنا قلنا البحر هو اللي ماءه إيه؟ اللي ماءه مالح، لان المائيه لها قسمين، مائيه عذبه ومائيه ايه ما هي وهناك ايه هذا عذب فرات سائغ ايه هو الذي مرض البحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ايه اجاج.
وبيسموهم الاثنين على التغليب البحرين مرج البحرين، يعني ايه؟ يعني الماء العذب والماء الايه خلطهم ببعض، ومع ان الخلط برضو ايه مش ممكن يسيحوا على بعض كده، برضو تفضل لماء العذب مسارب في الارض، بحيث لو حفرت في سيف البحر المالح برضو يطلع لك ميه ايه. قال طب ازاي دي؟ والذي سلكه ينابيع في الارض، اوعى تفتكر انها سايبه على بعضها، ده زي ما تكون في انابيب تمر منها كده وتمر منها كده، ومرار يقعدوا يفجروا حاجه من تحت تطلع ميه ايه، ميه عذبه. مين اللي عاملها دي؟ الحق سبحانه وتعالى. وترى طيب وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه. طيب ناكل ايه؟ لحما طريا، لحم موصوف مش مطلق لحم. اللحم اذا اطلق انصرف الى ما يؤخذ من الانعام، لكن اذا قيد بلحم طري يبقى المراد به من السمك. ودي مساله اعجازيه في القران. ليه؟ ام قال لك لان السمك ده كل طول ما هو لسه طري، معنى طري يعني ايه؟ ولذلك تلاحظ في العرف كده، وحاجه الواحد يروح يمسك سمك يقوم يمسكها يعملها كده، ان انتنت كده واتعملت كده يعني لعبت في ايده كده، تبقى لسه ايه؟ تبقى لسه طريه، تبقى صالحه وانشضبت. يبقى اذا دي لحما طريا، يعني بيقول ان خدوها طازه، خدوها ايه؟ طازه. لانها لما تبقاش طازه، احنا انت مثلا تجيب سمكه اصطدتها كده ولسه فيها حياه وترماها في البحر، تعوم ولا تفضل تحت؟ تفضل تحت. تنزل تحت. طب واذا فسدت بقى؟ تعوم. ليه؟ انتفخت، ولما انتفخت حجمها زاد، وما دام حجمها زاد طرعت الميه بالكثافه ومش عارف قانون الاجسام الطافيه تقوم تطلع كده. ولذلك الطافي النبي نهى عن اكله، ما دام طفى يبقى رم، وما دام رم وفسد يبقى حجمه ايه؟ يزيد. ما دام حجمه يزيد يبقى هيطرد ايه؟ ميه على قد يقوم زي المركب متعوب، انما طول ما هو كده انت تجيب قرش كده وترميه في البحر يحصل له ايه؟ يسقط في البحر. طب امسك القرش دي وهات مطارق كده واطرقه صفيحه قد دي كده واتنيها كده وارميها في الميه، تعوم. ليه؟ لانها اخذت من الحجم فوق الكثافه، تقوم ايه؟ تعوم. كذلك السمك، قال لك بقى انك انت ما تاكلوش لما يطفو، ما تاكلوش لحما طريا. ولذلك تقييده بطري عشان يخرج اللحم الايه العادي. ولذلك العلماء لما يجوا في قسم الاحكام يقول مثلا ايه، من حلف ان لا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنس. ليه؟ أم قال لك لان العرف خصص اللحم بتاع الانعام، خصص اللحم بتاع الايه بتاع الانعام. تاكلوا منه لحما طريا. شوف قال لي تاكلوا، يعني ما فيش تكليف منكم، لان صورتين اتنين او الصوره الاساسيه جايه لكم كده هبه. طيب وبعدين قال ايه؟ وتستخرجوا منه حلية تلبس. تستخرجوا، ايه تستخرجوا دي بقى؟ فيها عمل ولا مش عمل؟ دي ضرورية حياة الاكل، فربنا متكفلة هو اللي اداك لها وقال لك البحر انتو، انما دي زينة حياة ترف. وما دام ترف لازم يا اخوات شغل تستخرج بقى وتقعد ايه تغطس وتعمل، لان ده مش ضرورة. ما دام عايز تتحلى وتجيب فص مش عارف ايه وفص مش عارف ايه لازم تتعب شويه. معناها ايه؟ ام قال لك ان ضروريات الحياه مبذوله، انما طرف الحياه مش مبذول. اللي عايز يطرف يعمل ايه؟ اللي عايز يرقي معيشته يعمل ايه؟ لا ما يكترش دخله من عرق غيره، يكتر دخله من ايه؟ من عرقه. وتستخرجون منه حلية تلبسونها. يجي العلماء يقول لك حلية نلبسها تلبسونها، كان يقول يلبسها نساءكم ولا بناتكم ولا بتاع، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يبقى اللي ينشأ في الحلية مين؟ المرأة ولا الراجل؟ إنما هو قال تلبسونها مش تلبسها. لا شوف الملحظ الأدائي، لأن زينة المرأة هي له، لكنك انت اللي بتزين.
عايزها تلبس دي وتلبس دي وتلبس دي، لكنك انت اللي ايه اللي بتزين. او ان هذه المستخرجات من البحر مش محرم على الرجال انهم يلبسوها زي الذهب والحرير. قال لك لانها مش نقد، دي كان محرمه علشان ايه نقد، انما دي مش ايه مش نقد. يبقى خدنا الايه، وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. مش تلبسونها ده الشائع الغالب يعني، انما يصح حلية تعملها في اي حاجة، تعملها في عصاية، تعملها في اي حاجة تلبسونها. وبعدين وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك مواخر فيه. شوف كلمة وترى الفلك، احنا كلمة الفلوكة زي ما بيقولوا المركبية ما بتتقالش للمركب الايه الكبيرة الاول، لان ما كانش فيه الحاجات اللي موجودة دي كانت كلها ويصنع الفلك. ده دليل على ان اول نوح ما عمل الفلك ما كانتش الحكاية دي موجودة. ولذلك وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه ايه سخروا منه، لو انها حاجة عادية ما كانوش يسخروا. إذن اللي أوحى بفكرة الفلك إيه؟ اصنع الفلك بأعيننا. طب ومين قال له بقى أن الخشب لما ينعمل بالشكل الخاص ويترمي في المية ما يغطسش؟ لا، من الكثافة بتاعته قد كده والكثافة المية أكتر وتشيله من اللي قال مسألة؟ ما دام قال له بأعيننا يبقى إحنا اللي بنقوله. طب وكانش الأول في مسامير؟ أم قال لك يربطها بالحبال؟ طب ما هو الراجل اللي عمل بتاع البرد دي مش قاعد يربطها بالحبال عشان يعمل بها الأطلنط ويروح بها مش عارف ايه كتب الحبال، وحملناه على ذات ألواح وايه وكمان الجري بتاعها بأعيننا برضه. طب هل كان فيه بواخر في أيام القرآن ده ما نزل؟ في بواخر كده والبخرة كم دور كده وماشية زي الجبل كده؟ قال لك إنما لما يتكلم تكلم عن الفلك كبدائية الأشياء. وبعدين يقول في آية تانية وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هو ساعة ما نزل القرآن كان فيه الكلام ده؟ ما كانش حد يعرف الكلام ده، إنما جت ولا ما جتش؟ يبقى أنا لما أقراها دلوقتي أقول يا سلام، ده اللي قال القرآن ده عالم بما يجد، بما يجد مش بقهريات الاقتدار، باختيارات البشر. شوف التحكم بقى دي باختيارات مين؟ باختيارات الايه البشر. وترى الفلك مواخر فيه. الماخر هو الذي يشق حيزومه الماء، الحيزوم يعني الصدر. ولذلك تجد اللي بيصنعوا المراكب يعمل المقدمه ايه حاده مش عريضه كده، لا كده، عشان تعمل ايه؟ عشان تبقى زي راس الحربه تشق كده. ومواخر يعني تشق الميه بخرير، ولذلك انت تشوفها كده تلاقي ايه تشوف. وترى الفلك مواخر فيه، يبقى الاول اللي تاكلوا منه ايه وبعدين تستخرجون منه ايه حليه للبس. وترى الفلك مواخر ايه فيه ولتبتغوا، لا ده معطوفه مش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله. اذا رؤيه البواخر ماخره في البحر دي عايزه برضه عايزه لذه، كن ماشيه كده على ميه والميه اصلها لينه وهي جسمي جامد، وازاي اللين ده يحمل الجامد؟ المساله. ولذلك مش في ناس بيركبوا اللانش كده ولا بتاع عشان يتفسح في البحر، ولا له غايه انه يروح لا يصطاد ولا يعمل اي حاجه. دي وترى الفلك ايه مواخر، حد تعب فسحه بس كده، مش عايزين نعمل اي حاجه. ولذلك ما قالش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله دي حاجه تانية، ولتبتغوا من فضله تحمل متاعكم وتروح البلاد اللي ما تقدرش ايه ما تقدرش مثلا تروحها، تروح رحله علميه، تروح رحله استثماريه، تروح اي حاجه، ولتبتغوا ايه من فضله ولعلكم تشكرون. ساعه ما تقول له والله انا هجيب لك الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني لعلك كده تشكرني ولا تحمدني، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر. فبيقول أنا بعمل لك ده وبعمل لك ده وبعمل لك ده، لا إياك إيه
زي ما تقول له ياك يطمر فيك يعني، كأنه عمل عظيم ولا مش عظيم. ولذلك في في في, في المعلومات، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مش كده؟ وبيدي صورة عدم العلم بأنه أمي. أمي يعني إيه؟ زي ما نزل من أمه. معنى أمي يعني زي ما نزل من إيه؟ ما فيش عنده حاجة. وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كل ما تجيلك علماية كده تقول يا سلام، ربنا جعل لي السمع دي، عرفت العلماية دي، جعل لي العين شفت دي، جعل لي الفكرة عشان أطلع دي. يبقى إذن كلمة لعلكم تشكرون لا تقال إلا في سرد نعمتك آثارها واضحة ملحوظة، وفي العقل العادي والفطرة العادية تستحق أن إيه؟ أنها تشكر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مش بس ما قال لعلكم تشكرون، لأن لعلكم تشكرون تبقى نتيجة تأكلون من إيه؟ لحما طري وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه، ده بتاعة النزهة بقى والفانتازية، مش كده؟ وبعدين إيه؟ ولتبتغوا من إيه؟ ما قالش بعمل دي كلها لعلكم تشكرون، لا، وأيضا سخرته ولعلكم تشكرون من ضمن التسخير. نعم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يبقى دلني على أن الأرض خلقت إيه؟ مراحل. ما دام ألقى في الأرض رواسي، يقول لك ايوه، ما هي الآية الثانية شرحت الحكاية دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه؟ العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام. يبقى ده خلق تاني. يبقى إذا جرم الأرض العام من خلق، وبعدين عمل إيه لها إيه؟ الرواسي. الرواسي ليه بقى؟ علشان ترسيه. ما نقول مثلا وقدور راسيات يعني إيه؟ لما قال وقدور راسيات يعني ثابتة، والقدور الراسية الثابتة دي تدل على النعمة الكبيرة والجاه، مش حلل ناخدها ونغسلها ونطلعها ونحطها في الدولاب، ده حلل لها مباني، مبنى كده وقاعدة الحلل. وقدور الايه ده بتاع سيدنا داوود، يعني ده دليل على انها ايه، على انها حاجات ايه كتيره ما تتنقلش. فما دام ما تتنقلش نعمل القدر بقى يسع له جمالين ثلاثه، وده بقى هنبقى نشيل حلته ازاي دي. لا، ابنها وخلوها ايه، وخلوها راسي. يبقى الراسي هو الذي ايه يسب. طب وقل حتى لا تمد، يعني امل لك لو ان الارض مخلوقه على هيئه الاستقرار لما مادت. إذن هي مخلوقة على هيئة الحركة، والحركة دي هي اللي جيب لها الميادان. وماد الشيء، هو بيقول عشان ما تمدش بكم. وإيه الميادان؟ إيه هو الميادان؟ التأرجح يمينا إيه وشمالا، وعدم استقرار الجلم على وضعه. ولذلك يقول لك اللي بياخد دوار البحر بيعمل إيه؟ خلاص كده؟ إذا ما دام عملها رواسي للأرض، يبقى الأرض مش مخلوقة على هيئة الاستقرار، يبقى لازم مخلوقة على هيئة الحركة. مخلوقة على هيئة الإيه؟ الحركة. وإلا لو كانت مخلوقة مش على هيئة الحركة ما تقولش حتميت، ما تقولش إيه؟ حتميت. ولذلك هيجي في آية تانية يقول وترى الجبال، أنت تتصورها وتتظنها جامدة مع أنها تمر مرة السحاب. طب وما دام الجبال أوتاد وراسية في الأرض كده، تبقى الجبال تمر مرة السحاب والأرض زي ما هي، ولا هي والأرض بقى؟ تبقى لازم هي والأرض. وكلمة تمر مر السحاب تدل على أن حركتها ليست حركة ذاتية، وإنما حركة تابعة للأرض، زي السحاب حركته الذاتية، بإنما هو تابع لمين؟ للريح. وإلى لقاء آخر.